أنت يا علي احرص على محمد أكثر من حرصك على نفسك. ينذرنا محمد بجحيم مؤجل، الجحيم هنا. فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. إنه لم يجد أحد بمثل ما جئت به، لأنصرنك نصرا مؤزرا. ولولا أن رسول الله قد نهى عن القتال لنجزته. أخيرا جاء وقتك يا ابن العاص. أنظرني إلى غد فأتيك بما أستأصل به خضراء. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. من الفتى الكريم؟ عمر بن الخطاب.